عندنا حالة من الحالات أنه الطفل الأم طبعا هي من الشغلة وخلت على الجهاز بالفترة الأخيرة صار لها مثلا شهرين هي ترك, طيب. ترك الموبايل طيب. بس رغم هذا ترك الموبايل بس هو نطته بدائل. البدائل لازم تكون اجتماعية لأن الطفل عادة يستمتع بالترابط الاجتماعي مع الأهل مع أقرانه حتى هذه فقدها أطفال. طبعا الطفل شلون يتعلم؟ يتعلم من المحيط بالسنين الأولى وكلش خطرة الخمس سنوات الأولى أنه هذه يكتسبها اللغات الكلامية اللي فقدها الأهل اللي الأم الشغلة هي بالموبايل قبل ما تنطيها من الطفل هي تقول أنا الطفل تركته بس هي ما تركته زين أنا أسهر حبيبتي نيميه وأنت بعدين سهري طفي الأضوية ونيمي وسهري يجينا الطفل كلش انفعال عنده حرمان عاطفي الحرمان العاطفي أكثرهم من هذا المنبر أريد أقول يودوا يشخصوا توحد.